نقل بنكيران إلى المستشفى العسكري بعد مضاعفات الإصابة بكورونا. كشف مصدر مطلع لإسبريس أن عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة الأسبق والأمين العام لحزب العدالة والتنمية نقل مساء أمس في الساعات المتأخرة من الليل إلى المستشفى العسكري بالرباط بسبب مضاعفات إصابته بكورونا. وتأكدت الأسبوع الماضي إصابة بنكيران بفيروس كورونا المستجد. وشارك الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الخميس الماضي في جنازة أحد أصدقائه بحي العقاري بالعاصمة الرباط حيث يشتغل حلاقا، وقد دأب بنكيران على التردد على محله لحلاقة شعره.